يلا بينا. مسألة ستة في الشيت اللي عامل لكم قلبان. تمام؟ ده شيت الفيرست رو يا جماعة. أول خمس مسائل منه عادي كومبشن ستويكيومتري. مسألة ثلاثة وأربعة وخمسة. دول موجودين بالظبط زيهم نفس الفكرة في الشيت اللي أنا نزلته في الأول الورق الأولاني. مسألة واحد واثنين، واحد دي مراجعة سريعة حلتها لكم تاني بحيث إن أنتوا تبقوا تراجعوا برضو على طريقة البالانس لو حد حب يحل بيها. و والمسألة الثانية فيها فكرة حلوة، نفس فكرة مسألة الفحم ولكن بنتكلم على مسألة غاز طبيعي. الغاز الطبيعي ما بيبقاش ميثان ولا إيثان بس، بيبقى ميثان وإيثان وبروبان وحاجات كتيرة. فنفس فكرة مسألة الفحم فأنا حليتها برضو بنفس طريقة مسألة الفحم بحيث إن الدنيا تبقى إيه؟ واضحة. حلو الكلام؟ ففي الحالة دي كل المسائل المفروض عندكم بقى من أول المذكرات التانية أو من أول الشتات الجديدة لغاية المسائل الموجودة هنا، كل المسائل أفكارها واحدة ومتغطية. طيب يا شباب، مسألة ستة موجودة في الشيت اللي احنا قلناه، بيقول لحضرتك إيه؟ An internal combustion engine burns liquid octane. يبقى هو حدد لنا إن هو liquid، والأكتين هو مدينا الرمز كمان بتاعه كتر خيره C8H18 liquid. uses 125% theoretical air. يبقى لامدا واحد وربع. The air and the fuel enters عند 298. T بتساوي 298. Products leave عند 900 كلفن. DT reactants و DT products. يبقى هي نفس المسألة اللي فاتت باختلاف بس اللامدا. حلو الكلام؟ يبقى هتطلع نفس الأرقام بتاعتك بتاعة الاتشات، اللي هيختلف بس عدد المولات هيختلف عشان اللامدا اختلفت. حلو الكلام؟ طب أنا ليه خدت المسألة؟ اتقل عليا. بيقول لحضرتك in the engine 85% من الكربون اتحرق لـ CO2. يبقى الكربون اللي موجود في الوقود 85% منه اتحول لـ CO2. حلو الكلام؟ والباقي اتحول لـ CO، 15% CO. حلو الكلام؟ بيقول لحضرتك The heat transfer from the engine is equal to the work done. حلو الكلام؟ يبقى الـ heat transfer from the engine يبقى Q rejected بتساوي الورك دان باي ذا انجن، يعني الانجن هو اللي بيطلعه. حلو الكلام؟ ديترمن، هات لي الباور اوتبوت لما تكون ام دوت فويل بتساوي 9 كيلوغرام بر اور، وهات لي الكومبوزيشن اند the dew point. ودي عشان كده انا خدت المسألة دي عشان نشوف ايه بقى موضوع الديو بوينت. الديو بوينت كان عندكم مسألة عليها في مذكرة اتنين، انا كنت حاطط الحل بتاعها اللي هو كان فيها بريشر وتمبريتشر، وكنت بتعمل بي ساتوريشن وتي ساتوريشن للمية. انا كنت حاططها على امل ان انتوا تذكروها عشان خاطر لما اجي اشرح الديو بوينت دلوقتي تبقوا انتوا فاهمين الدنيا ماشية ازاي. حلو الكلام؟ ايه بقى الموضوع؟ نمشي المسألة واحدة واحدة. يلا بينا. أسيوم، هنمشي بقى خطوات المسألة على طول بسرعة، حتى مش هطلع اتشات ولا دلتا اتشات. ليه؟ لأن الاتشات ودلتا اتشات هي نفسها بتاعت المسألة اللي فاتت، لأن درجة الحرارة بتاعت البرودكتس واحدة ودرجة حرارة الرياكتنس واحدة واتش انفورميشن واحدة أكيد يعني. حلو الكلام؟ طيب يلا بينا. عندنا سي 8 اتش 18 زائد لامدا في نيو O2 زائد 3.76 N2 هيدينا A CO2 زائد B CO. لو تلاحظوا حاجة، لامدا كانت أكبر من واحد، ومع ذلك هو قال لنا في المسألة ان الكربون مش كله حصل له complete combustion، في جزء اتحول CO، وده عادي، وده الاكشوال اللي بيحصل في المحرك، ان عادي تبقى لندا اكبر من واحد ومش كل الكربون يتحرق برضه.
حلو الكلام. فبالتالي احنا عندنا عدد مولات للسي او 2 ما نعرفوش وعدد مولات للسي او ما نعرفوش، احنا نعرف بس النسبه بتاعتهم قد ايه تمام، زائد سي اتش 2 او زائد دي او 2. طب انا عرفت منين ان هيطلع او 2 زياده؟ عشان لمده اكبر من واحد. حلو الكلام. المساله اللي زي دي احنا هنحسب النيو بالطريقه بتاعتنا، ولكن الاي والبي والسي والدي هنضطر نحسبهم بالبالانس علشان خاطر حته النسب اللي هو مدهن. ولكن بدل ما نشتغل البالانس مرتين يا عم، انت عندك النيو اهي على طول نقدر نحسبها. النيو هتساوي 8 زائد 18 على 4، كنا طلعناها المساله اللي فاتت ب 12.5. حلو الكلام. طيب تعالى بقى يلا بينا، نقدر نقول ايه؟ احنا كده خلاص النيو عرفناها ان هي ب 12.5. تعالى بقى بالانس على السي على الكربون، يمين كان عندك 8 كربون، شمال A زائد B. طب الـ A والـ B نجيبهم ازاي؟ هو قال لك عندك جيفن ان 85% من الكربون اتحول لـ CO2، لـ A في CO2. حلو الكلام؟ طب انت كان عندك كم مول من الكربون؟ كان كم كيلو مول او كم ذره كربون؟ كان عندك 8 ذرات كربون. يبقى تيجي تقول والله 8 في 85 من 100 هيدينا الاي. حلو الكلام؟ يبقى الاي هتساوي كام؟ 8 في 85 في 100 هتطلع حوالي 6.4. حلو الكلام؟ يعني مش متاكد من الرقم قوي بس يعني ده نقول ان هو ده الرقم. حلو الكلام؟ عايز تجيب البي بقى من المعادلة دي، تقدر تجيب ان البي هتساوي 1.6، ده طبعا على اعتبار ان انا طلعتها 6.4. تمام يا شباب؟ طيب انا مش فاكر الرقم قوي بالظبط، يعني عشان ايه محدش يقول لي الرقم غلط، انا عارف ان هو ممكن يبقى غلط لان انا مش فاكره. تمام؟ طيب يلا بينا اعمل بالانس على الاتش. شمال كان عندك كام اتش؟ 18 اهي. يمين عندك كام اتش؟ 2 سي، يبقى السي ب 9 زي ما طلعناها المساله اللي فاتت ما اختلفتش. يلا بينا هنا كمان في نيتروجين، نسينا نحط النيتروجين، زائد اي في النيتروجين، في هنا كمان نيتروجين يا جماعه نسينا نحط اي نيتروجين. اعمل بالانس على النيتروجين، هتلاقي ان برضو طلعت لك الاي ب 100 سوري كده ب 1.25 في 12.5 في 3.76. حلو الكلام. يبقى في الحاله دي الاي. نعمل بالانس على الاو 2، هيبقى عندك 1.25 في 12.5 بيساوي A زائد B على الاثنين زائد C على الاثنين زائد D. حلو الكلام؟ A اللي هي بتاعت CO2، B على الاثنين بتاعت CO، C على الاثنين بتاعت الـ H2O، والD بتاعت الـ O2. الـ A معاك والـ B معاك والـ C معاك، آدي الـ A، فين الـ A أهي؟ آدي الـ B وآدي الـ C، تقدر تجيب الـ D. حلو الكلام. يبقى في الحاله دي الكومبشن ايكويشن هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هيبقى عندك سي 8 اتش 18 زائد 1.25 في 12.5 او 2 زائد 3.76 ان 2 هيدينا، نقول مثلا عشان نحسب الدنيا تبقى مظبوطه معانا، 85% في 8 طلعت 6.8 ال 4 دي عندي يا جماعه ما تزعلوش، زائد 1.2 سي او زائد السي المفروض ان هي هتطلع ب 9 اتش 2 او زائد الدي المفروض ان هي هتطلع
واحد وربع ناقص 12 ونص ناقص 6.8 من 10 ناقص 6.8 من 10 ناقص بي اللي هي كانت 1.6 من 10 على 2 زائد 9 على 2 ناقص 9 على 2 واحد واثنين البي بواحد واثنين واحد واثنين ماشي. هتطلع لحضرتك الاكسجين 3.725 O2 زائد 3.763 واحد وربع في 12 ونص هيطلع لحضرتك هنا 58.75 نيتروجين. دي كده هتبقى الكومبشن ايكويشن بتاعي. حلو الكلام؟ يلا بينا عايزين نحسب. الراجل عايز الباور اوتبوت يعني عايز الورك بس عايزها كباور. ده الريكوايرد. قدامناش غير الفيرست لو اتش برودكت ماينس اتش رياكتنت بتساوي كيو ماينس الورك. خلي بالنا ان هو قايل ان الكيو بتاعتك ريجكتد. طب والقانون ده انا كنت فارض الكيو في ايه؟ ادد. يبقى لازم اجي اقول هنا ان كيو دي هتساوي سالب كيو ريجكتد. والكيو ريجكتد بتساوي الورك. حلو الكلام؟ ففي الحاله دي عندك سالب كيو ريجكتد ماينس الورك ودي بتساوي دي يبقى عندك اتش برودكت ماينس اتش رياكتنت بتساوي سالب 2 الورك. حلو الكلام؟ طيب يبقى في الحاله دي الورك هيساوي ايه؟ اتش رياكتنت ماينس اتش برودكت على 2. حلو الكلام؟ طيب اتش رياكتنت يلا هنعيد على الخطوات بسرعه. عدد مولات الوقود اتش اوف فورميشن زائد دلتا اتش للوقود زائد عدد مولات الاكسجين اتش اوف فورميشن زائد دلتا اتش اكسجين زائد عدد مولات النيتروجين اتش اوف فورميشن زائد دلتا اتش نيتروجين. حلو الكلام؟ يلا بينا. ده بواحد اتش اوف فورميشن كنا جايبينها ب 250105 بالسالب. حلو الكلام؟ زائد دلتا اتش. دلتا اتش احنا موجودين عند الجو يبقى بصفر. عدد مولات الاكسجين واحد وربع في 12 ونص. حلو الكلام؟ عشان ده في الرياكتنس. اتش اوف فورميشن اكسجين بصفر ودلتا اتش بصفر. وهكذا برضه للنيتروجين عدد مولاته ب 58.75 اتش اوف فورميشن بصفر ودلتا اتش بصفر. يبقى نقدر نجيب اتش رياكتنت. حلو الكلام؟ بالمثل اتش برودكت نقدر نجيبها. هيبقى عندنا عدد مولات السي او 2 في اتش اوف فورميشن زائد دلتا اتش بتاعت السي او 2. عدد مولات السي او في اتش اوف فورميشن سي او ودلتا اتش بتاع السي او. تخلي بالكم السي او ده التيبل بتاعها موجود فين؟ تيبل اي 9 هنا موجود السي او 2 جنبها المونو على طول. فهتلاقي ان الاثنين دول عشان كده حطيتهم جنب بعض على طول ان الاثنين دول موجودين جنب بعض في نفس التيبل. حلو الكلام؟ الميه نفس الكلام، الاكسجين نفس الكلام، النيتروجين نفس الكلام. حلو الكلام؟ هتجيب اتش رياكتنت واتش برودكت تطرح الاثنين من بعض جبت الورك. عايز تحوله الباور بسيط. احنا جبنا الورك اليونت بتاعته كانت ايه؟ كيلو جول لكل كيلو مول فويل. عايز تخليها كيلو وات عشان ده الباور. فتعمل ايه؟ عايز تحول من ده لده تعمل ايه؟ تعالى كده خد ده. عايز تضيع الكيلو مول، عايز تضيع الكيلو مول من تحت وتحط بدلها كيلو جرام. يبقى عايز تضرب في حاجه كيلو مول فويل لكل كيلو جرام فويل. ده اللي هو ايه ده؟ الملوكلر ويت بس مقلوبه. يبقى واحد على الملوكلر ويت. يبقى انت هتيجي على الورك تقسمه على الملوكلر ويت هيدي لك كيلو جول لكل كيلو جرام فويل. حلو الكلام؟ تضرب في كيلو جرام بير سكند هيديها لك بالكيلو وات. كيلو جرام هيروح مع كيلو جرام يبقى كيلو جول بير سكند اللي هي كيلو وات. الكيلوغرام بير سكند اللي هي ام دوت فويل اللي هو مديها لك. حلو الكلام؟ يبقى عرفنا التحويله دي نعملها ازاي. خلصنا اول جزء من المساله. تاني جزء من المساله
المفروض ان هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي هات لي الكومبوزيشن والديو بوينت. ايه بقى موضوع الكومبوزيشن والديو بوينت؟ المفروض ان احنا عارفين من الستيم تيبل لما كنا بنرسم علاقه ما بين تمبريتشر وبريشر كنا بنقول لحضرتك عند البريشر هنا تمبريتشر كان بيبقى شكل الستيم جراف كده، فاكرين الشكل ده؟ وعند اي نقطه بيقول لحضرتك انت كل ما بتزود التمبريتشر البريشر بيزيد لغايه عند نقطه معينه البريشر بيبقى ثابت، او هنا التمبريتشر سوري والبريشر تحت ايا كان سيان يعني الاثنين واحد. فكل ما بتزود التمبريتشر البريشر بيزيد، وبعد كده كل ما بتزود البريشر التي بتكون تي ساتوريشن، وبعد كده بيطلع الشكل بتاعك بالمنظر ده. حلو الكلام؟ ففي الحاله دي كنا بنقول لحضرتك النقطة اللي موجودة هنا. طيب ففي الحالة دي حضرتك اللي هيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انت من الكيرف اللي قدامنا ممكن المية اللي تبقى موجودة في البرودكتس جزء او الكونديشنز بتاعتها او البروبرتيز بتاعتها وقعتها عند النقطة دي، فتلاقي ان جزء من المية اتكثف بنسميه اكس او جي ليكويد، جزء من الميه يتكثف بقى ليكويد بنسمي الكومبوزيشن ده او الكميه دي جي، وجزء منها بقى فيبر نسمي الكومبوزيشن ده اكس او الكميه دي اكس. هتلاقي ان جزء اكس بقى فيبر والاكس التاني بقى ليكويد. حلو الكلام؟ فبالتالي احنا محتاجين نعرف في البرودكتس هيكون الكومبوزيشن النهائي ايه؟ هيكون عندي كام كيلو مول ليكويد وكام كيلو مول فيبر. فعشان كده هو في المسألة كان بيقول لنا ايه؟ find the composition and the dew point. الديو بوينت هي تي ساتوريشن، ده معنى كلمة ديو بوينت. الكومبوزيشن هو عايز يعرف كام مول فيبر وكام مول ليكويد في البرودكتس. حلو الكلام؟ نعرف الكلام ده ازاي؟ بنعرف الكلام ده بالبارشال بريشر. ايه البارشال بريشر؟ البارشال بريشر ده للميه. ليه للميه؟ لان ضغط الميه هو اللي هيحدد قد ايه بيتكثف، لان احنا عارفين ان الضغط ودرجه الحراره بيحددوا نسبه التكثف من الميه. ففي الحاله دي ضغط الميه، بس ضغط الميه لوحدها مش ضغط العناصر كلها كتوتال. يعني ايه الكلام ده؟ حضرتك لو عندك اوضه كده او تانك في CO2 وCO و H2O O2 N2، كل دول كانوا مدين لك P total معينة. حلو الكلام؟ ال P total دي كانت بتأثر على التانك. جرب كده شيل ال CO2 لوحدها من التانك، شيل ال CO من التانك، شيل ال O2 من التانك، وشيل ال N2 من التانك، هيتفضل لك الماية. هل لما تيجي تقيس الضغط هيكون نفس قيمة الضغط التوتال؟ أكيد لأ. ليه؟ لأن العناصر مع بعضها أو الغازات مع بعضها بتدي ضغط معين، ولكن كل غاز لوحده ليه ضغط مختلف تماما. حلو الكلام؟ وفي الحالة دي ضغط المية أو المية ضغطها لوحدها هيكون مختلف عن التوتال. ضغط المية لوحدها ده بسميه البارشال بريشر بتاع المية. حلو الكلام؟ أحسبه إزاي؟ عدد مولات المية الفيبر على عدد المولات التوتال مضروب في البي توتال. خلي بالكم من حاجة، عدد مولات المية دي لازم تبقى فيبر. خلي بالكم ان البارشال بريشر ده للجازز بس، البارشال بريشر ده للجازز بس. حلو الكلام؟ وفي الحالة دي لازم يكون عدد مولات المية هنا دي للفيبر اللي هي الاكس اللي احنا قلنا عليها، وعدد المولات التوتال يكون لاي العناصر جازز بس. يعني لو في اي حاجه ليكويد، يعني لو في ميه ليكويد ما تتحطش، لو في وقود ليكويد موجود ما يتحطش، كل الجازز بس اللي تتحط. حلو الكلام؟ ففي الحاله دي هيكون عندنا ايه الكلام النهائي؟ ان انا محتاج اعرف البارشال بريشر
بتاع المية، لان هو ده اللي هيحدد لي نسبة التكثف. هنشوف نسبة التكثف ازاي. حلو الكلام؟ هيساوي عدد مولات المية الفيبر على عدد المولات التوتال كجاز في البي توتال. طيب تعالى نمسك كده البرودكتس. البرودكتس انا عندنا CO2 CO زائد X H2O فيبر، X H2O فيبر زائد G H2O ليكويد زائد O2 زائد N2. يبقى في الحالة دي قانون البارشال بريشر هيبقى عامل ازاي؟ بارشال بريشر هيساوي عدد مولات المية الفيبر X على مجموع، هنا CO مش CO2، هنا CO، هل الكلام؟ مجموع المولات بتاعت العناصر الجاز، يبقى NCO2 ده جاز زائد NCO ده جاز زائد X اللي هو المية الفيبر زائد، ناخد الجي؟ ما ناخدش الجي ليه؟ عشان دي ليكويد، عشان دي ليكويد، زائد NO2 زائد N نيتروجين. كل ده مضروب في البي توتال. هو كان مدينا الضغط التوتال هو اتموسفيرك، فهو ريحنا بصراحه. الضغط التوتال عندنا 100 كيلو باسكال. حلو الكلام؟ يبقى انت محتاج يا اما تعرف البارشال بريشر عشان تعرف الاكس في البرودكتس قيمتها قد ايه، ومنها تعرف الجي. طب هتعرف الجي ازاي؟ ما احنا اتفقنا ان عدد مولات الميه كان 9، اكيد التسعة دي اكس منها تبقى فيبر والجي هيبقى ليكويد، فاحنا لو عرفنا الاكس هنقدر نعرف الجي. حلو الكلام؟ فانا محتاج اعرف البارشال بريشر عشان اعرف الاكس، او هو يكون مديني الاكس ونعرف البارشال بريشر. طيب خلينا واحده واحده كده نمسكها. ادي القانون اهو، نكتبه تاني. بي بارشال بتساوي اكس على عدد مولات السي او 2 زائد عدد مولات السي او زائد الاكس زائد عدد مولات الاو 2 زائد عدد مولات النيتروجين في التوتال بريشر اللي هو كان قايل لنا 100 كيلو باسكال ضغط جو. حلو الكلام؟ طيب المساله دي عندك فيها ثلاث سكك. اول حاجه في المساله يكون جيفن البرسنتج اوف كوندنسد ووتر. فالراجل يجي يقول لك والله 20% من الميه تكثف. يبقى انت مثلا كان عندك عدد المولات التوتال 9، انت عارف ان التسعة دول منهم 20% مثلا، ها 20% تحولوا ليكويد، يبقى 20% منهم جي. يبقى من الحالة دي تضرب الاثنين من عشرة في تسعة، يبقى ده الجي، يبقى الجي هتساوي اثنين من عشرة في تسعة، ويبقى الاكس هتساوي التسعة ناقص الجي. ويبقى انت عرفت الاكس اللي موجودة في البرودكتس. وفي الحالة دي تحسب البارشال بريشر. طب لما تحسب البارشال بريشر تيجي على البريشر كده، البارشال بريشر اللي انت عارفه، خش الستيم تيبلز. من الستيم تيبلز، من البريشر اللي عندك، كان في تيبلز كده لكل بريشر قصاده تي ساتوريشن. فانت من البارشال بريشر اللي انت حسبته اللي هو ضغط الميه لوحدها، خش الستيم تيبل هتجيب التي ساتوريشن المناظره دي اللي بنسميها ديو بوينت. يبقى انت كده جبت الديو بوينت بتاعتك اللي هي دي ساتوريشن. حلو الكلام؟ طيب ده لو كان جيفن البرسنتج اوف كوندنسد ووتر، او ممكن يديلك البرسنتج اوف فيبرد ووتر. حلو الكلام؟ ممكن يبقى جيفن الديو بوينت نفسها، يديلك التي ساتوريشن نفسها، هيقولها لك جيفن ديو بوينت. يبقى هو مدينا ايه؟ تي ساتوريشن.
تخش من التابلز من التي ساتوريشن تشوف البريشر البارشل المناظر ليها. واحنا اتفقنا ليه سميناه بارشل؟ لان ضغط الميه لوحدها هو اللي بيتحكم في تكثفها. حلو الكلام؟ عشان كده سميته بارشل بريشر بتاع الميه. حلو الكلام؟ ففي الحاله دي احنا حسبنا البارشل بريشر من التي ساتوريشن. خش في البارشل بريشر في المعادله دي تقدر تجيب الاكس اللي هو عدد المولات بتاعه الفيبر، ومن القانون ده تقدر تجيب الجي. طيب في المساله بتاعتنا هنا ما كانش مديني حاجه خالص، ما كانش لا مديني لا برسنتج اوف كوندنسد ووتر، وهو كان قال لي احسب الديو بوينت. فهو كان عايزني احسب ديو بوينت، فهنضطر نفرض فرض. ايه الفرض اللي هنفرضه؟ لو جيت بصيت البرودكتس كانت طالعه عند 900 كلفن. حلو الكلام؟ طب ال 900 كلفن وضغط جوي، يعني تتوقع هل لو في ميه اتكثفت جزء التكثف كبير؟ ده اكيد كلها فيبر. فاحنا هنعمل اسامشن حلو قوي. ايه الاسامشن الحلو اللي هنعمله؟ ان طالما درجه الحراره عاليه كده وهو ما جابليش سيره عن البرسنتج اوف كوندنسد ووتر، حلو الكلام؟ درجة الحرارة عالية وضغط جوي، حاجة أقول والله أسيوم الإكس بتاعتي هتساوي 9 اللي هي عدد المولات بتاعت المية، يبقى كل المية بقت فيبر، ومنها هجيب البارشال بريشر، ومنها أخش على الساتوريشن تيبل أو الستيم تيبلز أحسب التي ساتوريشن. حلو الكلام؟ دي فكرة الديو بوينت، اتمنى ان انتوا تبقوا فهمتوها، ودي مهمه جدا لانها موجوده في الشيت، وفي الحاله دي طالما موجوده في الشيت يبقى ممكن تتقفل فاينل. تمام؟ شكرا يا شباب.